السلام عليكم شباب، وأهلا بكم من جديد، وسعيد بلقائكم مرة أخرى، وأهلا بكم في قناتنا، هذه القناة التقنية الخاصة بالدروس. درس اليوم درس حصري. أدعوكم أولا بالاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. درس اليوم كما قلت لكم درس حصري لأول مرة على القنوات العربية. هذا الدرس إخواني يهم من يمتلك أندرويد تي في بوكس ولديه ريموت مثل هذا الريموت. الريموت ستاندرد المعروف لأجهزة الأندرويد تي في بوكس يضم أزرار إضافية كما تشاهدون إخواني. هذه الأزرار سيمكننا من خلالها التحكم في التلفزيون الخاص بنا كما تشاهدون. في مثال هذا يمكنني إغلاق التلفزيون وأيضا يمكنني تشغيله من جديد. لدي أيضا أزرار خاصة بالصوت كما تشاهدون، ويمكنني نقص الصوت وقطع الصوت وأيضا الدخول على قائمة السورس. إذن كل هذا من خلال الريموت كما تشاهدون الخاص بالأندرويد تي في بوكس. هذا هو درس اليوم. إذن كيف يمكننا نسخ هذه الأزرار على هذه القائمة؟ هذا ما سنكتشفه في هذا الدرس. إذن لا تذهب بعيدا، موعدنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. الآن سأريكم طريقة نسخ ريموت التلفزيون على ريموت الأندرويد تي في بوكس. طبعا جميع الموديلات تعمل وجميع الماركات العالمية يمكننا تنفيذها أو تنفيذ هذه الطريقة معها. إذا كما تلاحظون لدي الريموت الخاص بالأندرويد تي في بوكس. أول عمل سأقوم به هو بالضغط على هذا الزر، زر الباور، بضغطة مطولة حتى يتوقف الضوء الأحمر. بعدها سأقوم بالضغط على زر الباور مرة ثانية لنقوم بنسخ الزر بضغطة واحدة على زر الباور. الآن قمت بنسخ زر الباور. نتابع بعدها بعملية نسخ زر الفوليوم أو الصوت زائد بالضغط عليه. أيضا نقوم بالضغط على زر رفع الصوت في الريموت الخاصة بالتلفزيون، ونفس العملية فوليوم داون أو خفض الصوت. أقوم بنسخ زر خفض الصوت. أيضا بعدها أقوم بنسخ زر قطع الصوت ميوت بنفس الطريقة هكذا. وبعدها أقوم بنسخ زر سورس الذي يتحكم بمنافذ الـ HDMI وغيرها. نقوم أيضا بنسخ هذا الزر. وبعد الانتهاء من العملية نقوم بالضغط على أي زر في الريموت الخاص بالأندرويد تي في بوكس. هكذا قمنا بشبك ريموت التلفزيون بهذه الطريقة. والآن جميع هذه الأزرار فهي منسوخة على ريموت الأندرويد تي في بوكس. يمكننا الآن التحكم في التلفزيون بكل سهولة إخواني عن طريق نفس ريموت الأندرويد تي في بوكس. يمكننا إغلاق التلفزيون أو تشغيله، زيادة الصوت أو نقصانه. بعدها يمكن قطع الصوت وأيضا التحكم في زر السورس. هذا الدرس إخواني كان درس يعني سريع، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم ودرس أيضا حصري. أتمنى أن يكون قد أفادكم هذا الفيديو، خصوصا مالكي الأندرويد تي في بوكس والذين يمتلكون أيضا هذا الريموت. يمكنكم تجريب الطريقة واستعمالها مع الريموت الخاص بكم. إذن إخواني إلى هنا نأتي لنهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد أفادكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.